سبحان الله، وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم. والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. من أهل العلم من قال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال أن تسأله بأنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. دعاء جميل، دعاء شامل، دعاء باسم الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب. أي فضل، فاحفظ هذا الدعاء أيها المؤمن. الإلحاح على الله تعالى في الدعاء، كما قال ابن القيم: من أنفع الأدوية الإلحاح بالدعاء. الإلحاح إظهار للتعبد، الإلحاح إظهار للافتقار، الإلحاح معناه أنك يا عبد الله تقر بالوحدانية لله، فهو الواحد في الخلق والرزق والعبادة، والدعاء هو العبادة. الإلحاح معناها أن الشيطان ما استطاع أن يحول بينك وبين ربك، ولا يحول بينك وبين الدعاء. الإلحاح معاشر الأحبة من أعظم مظاهر العبودية لله جل وعلا. هذا الدعاء يعالج الإنسان به نفسه، لأن الإنسان إذا ألح على المعاصي، ألح على الدنيا، ألح على أهلها نبذوه، لكن إذا ألح على الله كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولذلك أقول: ألح ألح، واصل ولو 100 عام إن عشت هذا العمر، ألح على الله. فكل إلحاح عبادة، وكل عبادة يترقى العبد بها إلى طاعة ربه.